ينعقد غدا في مدينة العقبة الأردنية على سواحل البحر الأحمر قمة ثلاثية تضم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس. وأفادت وكالة الأنباء الأردنية بترا أن القمة ستناقش التطورات الخطيرة في غزة والمستجدات في الضفة الغربية. تأتي القمة وفق الوكالة ضمن إطار جهود الأردن المستمرة في تنسيق المواقف العربية والضغط في سبيل الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع.